السلام عليكم مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج عين على الثورة، والذي يأتيكم من قناة المغاربية في لندن. مشاهدي الكرام، سنفتح في هذا الجزء الأول من برنامجنا عين على الثورة الملف السوري من جديد، نظرا لبعض التطورات سواء على الوجه الدبلوماسي أو على الوجه الميداني إن صح التعبير، حيث قال العربي نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية إن محادثة السلام التي تهدف إلى إنهاء الصراع في سوريا ستجري في 23 من شهر نوفمبر تشرين الثاني في جنيف. وجاء حديث العربي في ندوة صحفية بالقاهرة بعد لقائه بالأخضر الإبراهيمي المبعوث الدولي لسوريا. الاجتماع الخاص بجنيف في يوم 23 نوفمبر القادم، والترتيبات بتتم الآن للإعداد لهذا المؤتمر. طبعا هناك ترتيبات كثيرة وهناك صعوبات كثيرة وعقبات كثيرة لابد من تخطيها حتى يمكن الوصول إلى هذا المؤتمر. وفي نفس المؤتمر الصحفي مشاهدي الكرام، قال الإبراهيمي إن موعد جنيف 2 لم يحدد بعد رسميا، والدعوة لم تحدد كذلك بعد. حصل اتفاق على أنها ستتم محاولة لعقد مؤتمر جنيف 2 خلال شهر نوفمبر. الموعد لم يحدد بعد رسميا. فعلى أي حال احنا بدينا هنا، أنا بالأمس قابلت السيد وزير الخارجية نبيل فهمي، واليوم أتشرف بمقابلة السيد الأمين العام، فيعني نزور بعض البلاد الأخرى ونعود إلى جنيف حيث سنلتقي مرة أخرى بالروس والأمريكان والدول الخمس دائمة العضوية، وسيعلن في وقت لاحق إن شاء الله موعد نهائي للمؤتمر، ونأمل أنه يكون فعلا في هذا في شهر نوفمبر المقبل. أهلا بكم مشاهدي الكرام. إذا تابعنا تصريح الأخضر الإبراهيمي المبعوث العربي والدولي بشأن الملف السوري، والذي ذكر أنه ليس هناك موعد محدد، وكذلك تصريح العربي الذي بدأ وكأنه مصر على أن يقع عقد هذا الاجتماع في هذا الشهر، بل ذهب بعد ذلك وحدد 23 من شهر نوفمبر تشرين الثاني للتعليق على هذه الأجواء التي يتم فيها الإعداد للمؤتمر، مؤتمر جنيف 2. يشرفني أن يكون ضيفي في الأستوديو المعارض السوري الأستاذ واصل شمال. أستاذ واصل، مرحبا بك. أستاذ واصل، ما تعليقك أولا على هذا المؤتمر الصحفي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية إجلال وإكبار لشهداء سوريا الأبرار. بداية أخي، هناك تسارع باتجاه جنيف 2. نعم. المجتمع الدولي، الدول الغربية يضغطون باتجاه، وبعض الدول الإقليمية طبعا يضغطون باتجاه جنيف 2. نعم. هناك معارضة شديدة من السوريين. ما تقصد بالسوريين؟ أقصد بالقوى المقاتلة على الأرض، القوى الثورية، الحراك السلمي، المكاتب والمجموعات، مجموعات التنسيقيات، الغالبية العظمى من المعارضة السياسية والثورية. طيب، والسياسيين هؤلاء الذين يدعون أو يسارعون، هم كذلك هم أعضاء مهمين في الائتلاف الوطني السوري المعارض، الذين يرغبون كذلك في حضور هذا المؤتمر، وخاصة رئيس الائتلاف السيد أحمد جربة، ما موقف الثوار الذين يعارضون على الأرض وموقف السياسيين الآخرين من مثل هكذا دعوة ومسارعة لحضور هذا المؤتمر؟ أخي، الائتلاف إلى هذه اللحظة لم يتخذ قرار بالذهاب إلى جنيف أو عدمه. الأستاذ عاصي الجربة، أحمد عاصي الجربة، حتى الآن ينطق بلسان ذاته نفسه، لا يمثل الائتلاف. أصلا الائتلاف لا يمثل الثورة. عندما يقرر الائتلاف الذهاب إلى جنيف، هذا لا يعني أن المقاتلون على الأرض، هناك
بيان صدر عن 13 فصيل مقاتل وهو البيان رقم واحد تبرأ فيه من الائتلاف. هناك بيان صدر عن 100 تنسيقية ومكتب إعلامي ومنظمة حراك سلمي صدر برفض الجنيف والتبرؤ من الائتلاف. المجلس الوطني السوري أصدر بيان بأن الوقت الراهن غير مناسب للذهاب إلى جنيف. حتى الائتلاف نفسه هناك في الأصوات التي ترفض الذهاب إلى جنيف ضمن الوضع الحالي أعلى بكثير من الأصوات التي تطالب بالذهاب إلى جنيف. طيب أستاذ واصل، ما الذي يجعل رئيس الائتلاف شخصيا يرغب في الذهاب لهذا المؤتمر؟ يعني ما الضغوطات التي تمارس عليه يعني حتى نكون أكثر وضوحا؟ يعني أنا في الحقيقة لا أعلم الضغوطات التي تمارس عليه، ولكن هو من الأفضل أن يكون منحاز إلى الثورة السورية وإلى أهلنا في سوريا. الناس في سوريا، الشارع يرفض الذهاب أخي إلى جنيف، فيه تفريط بثوابت الثورة السورية. فلا يمكن لأحد ضمن الظروف الحالية أن يقول أنا ذاهب إلى أجلس مع هذا النظام في غرفة واحدة ونتفاوض حول المصير سوريا. هناك في الوقت الحالي أصبح عدد الشهداء يفوق 150,000. هناك عدد من اللاجئين يفوق 3 ملايين لاجئين خارج سوريا وأكثر من 4 ملايين لاجئين داخل سوريا. هؤلاء الناس لهم حقوق، لا يستطيع أحمد عاصي الجرب أو أي شخص آخر أن يفرط بالحقوق الشخصية لهذه الناس، لهؤلاء الناس. يجب أن يلتزم بما ألزمه به الناس السوريون، ويلتزم كذلك بما ألزمه به الميثاق الأول عندما تأسس الائتلاف في الدوحة في السنة طبعاً الماضية، حيث رفض الجلوس إلى طاولة فيها طبعاً فيها نظام، وهذا أحد بنود أهم بنود اتفاق الدوحة يعني. تماماً. البند يقول أن لا حوار ولا مفاوضات مع النظام ونقطة انتهى. وفي ذلك الوقت أصبح هناك حديث حول هل نتفاوض على التنازل عن السلطة، هل نتفاوض على التخلي. هل كان الجواب من الأغلبية أن لا تفاوض على الإطلاق؟ لا جلوس ونقطة وخلاص بدون تأويلات. تمام. سأعود إليك أستاذ واصل. مشاهدي الكرام، ينضم إلينا الآن من تركيا النقيب عمار الواوي، الضابط في الجيش السوري الحر. حضرة النقيب، مرحبا بك. تحية لك والضابط الكريم، حياك الله. أنا من الحدود السورية التركية العزيز. أهلا وسهلا، مرحبا بك سيادة النقيب من الحدود السورية التركية. أبدأ بك معك بالمؤتمر الصحفي اليوم للأخضر الإبراهيمي وكذلك لنبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، حيث اتفق على أنه يمكن أن يكون المؤتمر في شهر نوفمبر، واختلف في تحديد اليوم بالتحديد. ما موقفكم في الجيش السوري الحر من هذا المؤتمر أساسا؟ أولا، نحن حملة البندقية الندافع عن الشعب السوري مستمرون بالقتال حتى إسقاط هذا النظام. هناك السياسة يلعبون من خلالها السياسيون، يأخذون يتجهون إلى مصالحهم. الأخضر الإبراهيمي ونبيل العربي الذي يسمى نبيل العربي لم نرى له ولا أي تصريح تجاه ما حدث من في مجزرة الغوطة، ولم نجد أي يعني حديث عما حدث أو اتهام أو قطع علاقات أو عقوبات بالنسبة للجماعة العربية. الأخضر الإبراهيمي أيضا اختفى بشكل كامل طيلة الفترة الماضية، ريثما تم الاتفاق حول السلاح الكيميائي وأين سيتم العمل معه وكيف وهذه الإجراءات ودخول المواطنين الدوليين. نحن كجيش سوري حر مستمرين بالقتال. القتال الآن، المعارك شرسة في دمشق العاصمة. النظام يحاول أن يثبت أنه ما زال يسيطر على العاصمة. الحمد لله رجالنا موجودين حتى في قلب العاصمة. بالأمس تم تشكيل مجاهدي العاصمة دمشق القديمة من أجل ضرب مراكز القوة
في داخل دمشق العاصمة ضد بشار الأسد. نعم، طيب على ذكر المعارك، ما هي آخر التطورات على الميدان في الأرض، سواء في دمشق في شمال سوريا أو في شرق سوريا، ما هي آخر التطورات على الأرض وإلى أين تتجه الأمور؟ هل صحيح أن النظام يستعيد في هذه الفترة الأخيرة كثير من المواقع التي يعني سيطر عليها الجيش الحر، أم أن هذا فقط فرقعات إعلامية كما يقول البعض؟ بالأمس قام الجيش الحر والكتائب الثورية بتحرير حادث المليحة والسيطرة على تاميكو. أصبحت المنطقة الدفاع الجوي الموجودة في هذا المكان تحت ضربات الجيش الحر. هناك هجوم كبير من قبل النظام على الغوطة والمعظمية وداريا من أجل أن يحرر المعظمية المحاصرة منذ أكثر من 9 أشهر، وهناك ليس الأطفال يموتون جوعا بل القطط أيضا تموت جوعا، ومع ذلك صامدون الشعب وصامد الجيش الحر ولا يسمح لهذا النظام بالدخول. حاول النظام أن يرتكب مجزرة بوجود مراقبين دوليين وإخراج قسم من المدنيين من المعظمية، ومن ثم قاموا بقصفهم هذا النظام وهرب الأمم المتحدة وبقيوا عرضة للسلاح الصف. قام الجيش الحر بإعادتهم وحمايتهم. هناك معارك في منطقة دير الزور بالأمس، شاهدتم كيف تم قتل الخنزير المجرم جامع، وهناك معارك داخل دير الزور، هناك معارك أيضا في منطقة درعا. يعني المنطقة جميعها ملتهبة، الجيش الحر يقاتل بما يملك. الدول التي تدعي أنها تدعم الجيش الحر تحاول قطع الإمدادات وقطع السلاح عن الجيش الحر لإرغام المفاوضين السياسيين على التفاوض ودخول جنيف. أستاذ عمار، في أحد تصريحات للسيد رياض الأسعد اتهم أطرافا في الثورة يعني مقاتلين بأنهم موالون لبعض الجهات التي تفرض عليهم نوعية ووقت التحرك، ولا حتى في بعض الأحيان تفرض عليهم الانسحاب من بعض الأماكن التي افتكوها انسحاب لصالح النظام. ما مدى يعني صدقية خلنا نقول هذه الأخبار؟ هل فعلا موجود هذا النوع من الثوار بين قوسين الذين لهم تواصل مع جهات أخرى أجنبية لها بالتالي كذلك تواصل مع النظام؟ لا، هذا الكلام ليس غريبا بل هو صحيح، لكن هذه الدول التي تدعم الثورة تدعي أنها تدعم الثورة لديها بعض التشكيلات على الأرض تأخذ أوامرها من هذه الدول، ولكن ليس المقصود أن هذه المجموعات هي تأخذ أوامرها من الدول وهي تابعة للنظام. كلام العقيد رياض أسعد صحيح للأسف. هناك من يحاول أن يقدم للشعب السوري فتات من الخارج ويريد أن يفرض عليه أجندات، وللأسف موجودة هذه الأجندة هذه الكتائب. لكن بشكل عام الجيش الحر يقاتل بما يملك من سلاح، ولا يوجد لهذه المجموعات الأثر الكبير. طيب، نريد نحن أن نقول للجميع مستمرون حتى النهاية مهما كانت النهاية. طيب سيد الأستاذ عمار، بصراحة لو الائتلاف ذهب لمؤتمر جنيف 2، ما الموقف الذي ستتخذونه في الجيش الحر؟ إذا ذهب السياسيون إلى مؤتمر جنيف بدون أن يكون لديهم أوراق قوة وضمانات للشعب السوري تضمن حقوقه كاملة، تضمن حقوق الأسرى الذين بالأمس خان هذا النظام وحزب الله الوساطة التركية القطرية ولم يفرج عن المعتقلين وتم الإفراج عن عناصر حزب الله 9. نعم، لم يكن هناك ضمانات لحقوق الأسرى والشهداء وضمانات لمبادئ الثورة التي خرجت لأجلها واستشهد أكثر من 200,000 شهيد، فإنه سيكون انتحار سياسي كامل، سيكون أيضا خيانة عظمى للشعب السوري ودماء الثورة، وأقول أنه يعني سيذهب بخفي حنين. شكرا جزيلا للنقيب عمار الواوي الضابط في الجيش الحر، كنت معنا من الحدود السورية التركية. أعود إليك أستاذ واصل الآن في يعني وكأنه من خلال ما يمكن أن نفهم من تصريح النقيب عمار الواوي
أن الائتلاف يعني مسألة الوزن والاعتراف به أصبحت فعلا في الميزان، ويمكن أن يوقع شهادة وفاته لو ذهب وأصر على الذهاب لمؤتمر جنيف 2؟ نعم سيدي، في ضمن الشروط الحالية، ضمن الوضع الحالي، أنا أستبعد تماما أن توافق الهيئة العامة للائتلاف على الذهاب إلى جنيف. نعم. المجلس الوطني ضمن البيان صرح بأنه سوف ينسحب من الائتلاف إذا ذهب الائتلاف ضمن ضمن الوضع الحالي. أعلنه سيد جورج تماما. نعم. المجلس الأعلى لقيادة الثورة يعني رفض مسألة جنيف بشكل كامل ضمن شروط ثلاثة، إنه هي مسألة الذهاب إلى جنيف يطيح بثوابت الثورة. الذهاب إلى جنيف يعني يعطي شرعية مرة أخرى لبشار الأسد وعصابته، وهم في أفضل حال يجب أن يقدموا إلى محاكمة عادلة. الشرط البند الثالث هو الجلوس مع النظام في على طاولة واحدة، يعني أن نختصر مسألة الثورة السورية في خصمين متحاربين جلسوا ليضعوا شروط سلام ومتابعة حياة. هذا الأمر مرفوض. الثورة السورية خرجت للإطاحة بالظلم، للإطاحة بهذه العائلة التي ظلمت السوريين على مدى 47 عام. يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون الذهاب إلى جنيف مقبول. طيب يعني لو ذهب، بما أنه سينتهي الائتلاف بهذا الشكل، أخي الائتلاف سينتهي حتما إن قرر الذهاب إلى جنيف. أنا أقول لك عندنا تعهدات من الكتل الكبيرة داخل الائتلاف بعدم الموافقة على الذهاب على الذهاب. نعم. عندنا هذه التأكيدات، فنحن على يقين لو طرح هذا الموضوع للتصويت لن يمر. طيب ما موقف الدول الداعمة للائتلاف، السعودية وغيرها يعني من هذا؟ لأن هي يبدو أن السعودية ترغب في أن يذهب الائتلاف، وهذا الكلام كان واضح في كلام سيد أحمد الجربة، قال بالحرف أن هناك دولا، أن هناك ضغوطا تمارس على سيد أحمد الجربة ليقبل بالذهاب لهذا المؤتمر. ما موقف هذه الدول الداعمة للثورة السورية لو رفض الائتلاف استجابة لأبناء الثورة واستجابة للأطياف الكبرى حتى في داخله؟ لو رفض الائتلاف الذهاب كيف سيتصرفون معكم؟ أخي أنا أستغرب من هذا التصريح، من يمثل الثورة السورية لا يقبل الضغط، غير قابل للضغط. إذا كان أستاذ أحمد الجربة يشعر بضغط فعليه أن يتنحى. هو لم يقل أشعر بالضغط، هو قال هناك ضغط، يعني هناك أمور حقيقية. أنا أقول هناك الرسالة التي أنكرها مكتبه من الأول، ثم إلى أمريكا يعني يتحدث فيها على إمكانية الذهاب، ثم بعد ذلك ظهرت. يعني هناك أشياء ربما كثير من رموز الائتلاف لا علم لهم بها، يديرها السيد جربة بمفرده أو مع مقربين. يعني أخي الدول قالت في جلسات خاصة وعامة هي هي مع ما يتخذ السوريون من قرار، القطريون، السعوديون، الأتراك، عندما يجلسون مع السوريين يقولون أنت نحن معكم في القرار الذي تتخذونه، لا يوجد ضغط. إن كان هو يريد الذهاب لأمر في نفسه أنا لا أعلم هذا حقيقة، ولكن أنا أؤكد لك أنه لا ضغوط ضمن هذا السياق. الجميع يقول اتخذوا القرار المناسب ونحن معكم. نعم، يعني بمعنى أن هذه الدول حتى لو لم تذهب إلى مؤتمر جنيف ستبقى تدعم الشعب السوري، هذا الكلام يعني حقيقة هذا ما يصرحون به. خلاص. طيب فيما يخص الآن إطلاق سراح الأحد عشر لبنانيا وكلهم من الشيعة، هم احتجزوا في سوريا لما يقرب من سنة ونصف الآن، من شهر تقريبا شهر مايو سنة 2012 هم محتجزون، الآن بوساطة قطرية وبعض الأطراف الأخرى تم الإفراج عن 11 مختطف لبناني. أين المختطفين السوريون؟
هل وقع الإفراج على النساء كما نصت بنود الوثيقة هذه وثيقة الإفراج؟ بعض أخبار هناك تقول أنه لم يقع الإفراج إلا على الطيارين التركيين فقط والنساء ما زالوا هناك، هل صدق النظام في هذا؟ ما هي آخر الأخبار فيما يخص النساء الذين وعد النظام بالإفراج عنهن؟ سيدي سبحان الله، هذا الكلام يؤكد ما نقوله عن جنيف. هذه العصابة ليس لها عهد. أنا حقيقة لم أطلع على شروط الاتفاقية التي حصلت للإفراج عن المعتقلات السورية والأسرى الإيرانيون اللبنانيون الموالين لإيران، لم أطلع عليها. ولكن هناك حديث أصبح متداولا بشكل كبير أن الاتفاق ينص على الإفراج عن 47 سورية من السجون في دمشق وبضع أظن رقم 12 أو 14 أخت من الدول العربية وتقريبا حوالي 20 من الشهداء جثث الشهداء الإفراج عنهم. هذا الأمر أصبح يتداول بشكل كبير، لا أعلم مصداقيته، لكن هو في الأخبار أستاذ واصل تقول أن هناك 46 امرأة وقع الإفراج عنهم و20 جثة كذلك شهيدة لامرأة سلموا كلهم لتركيا. لا أعلم حقيقة، لا أعلم، ولكن لا أستغرب إطلاقا أن يخلف هذا النظام هذه العصابة بالوعود التي قطعوها، ولا هم لا يحفظوا عهد إطلاقا، لم يحفظوا عهد. عندما وعدوا الأمريكان بتسليم السلاح الكيميائي سلموا، هذاك ليس وعد، هذاك إجبار. ولكن عندما وعدوا الأهالي في المعظمية بخروج آمن للعجز وللنساء وللأطفال، وضعوهم بعد أقل من 10 ساعات دروعا بشرية. أصبحوا هؤلاء الناس يتمنون العودة إلى ما كانوا فيه داخل الحصار. سأعود لك أستاذ واصل. مشاهدي الكرام، معي الآن شاهدة عيان على المأساة السورية، ليس فقط في الداخل السوري ولكن حتى طريق الفرار من سوريا، بالضبط من مخيم اليرموك، مخيم الفلسطينيين في اليرموك، مرورا بمصر ثم رحلة الموت في قوارب الموت من مصر عبر البحر الأبيض المتوسط وصولا إلى إيطاليا، ثم بعد ذلك وصولا إلى السويد حيث تقيم الآن معنا الأخت أم محمد. مرحبا بك أم محمد. أهلا أخي، أنا معك محمد. أم محمد، لو تحدثينا بدءا عن المعاناة التي عشتوها داخل مخيم اليرموك قبل مغادرة هذا المخيم. والله يا أخي إحنا كانت معاناة حقيقية. إحنا شهدنا الحرب بكل أشكاله والموت والدمار في المخيم بشكل حقيقي وكامل. فإحنا القتل كان حولنا وحوالينا، فكان نهرب من مكان لمكان مشان مكان آمن. ومن المخيم قد ما هربنا رحنا على الجوامع، والجوامع حتى انقصفت، وما ظل بهذا الوقت انقصف فيه الجوامع، ما عاد قدام الملايين من الشعب السوري اللي عايش في المخيمات انه يطلع منا جبريا وليس اختياريا، كان غصبا عنا. طلعنا من مخيمنا اللي احنا تربينا فيه واسسنا فيه بيوتنا وحياتنا، طلعنا مشان مكان امن. كان الموت في كل مكان، ريحه الموت بتطال اي انسان عنده ضمير كان يصرخ بهذيك اللحظه، وينك يا عالم، وين احنا اللي عم نموت، مين اللي حاسس فينا؟ احنا كنا طلعنا من المخيم نكبة حقيقية تبنى لها الجبين في كل أنحاء العالم. وين العالم؟ وين صرخة الأطفال؟ كل واحد حامل طفله على إيده، حامل جرة الغاز، كان برد وشتاء وكان القصف علينا، كان الدمار، كان الموت أسهل منه ما في أي إنسان في أي لحظة ممكن يموت. وطلعنا من المخيم وإحنا قلبنا عم بنزف دم على المخيم، على اللي صابنا، على الأهلين اللي ماتت، على الشباب اللي انقتلت واللي انكمشت. ومن بعد ما طلعنا من المخيمات رحنا على مكان آخر وكمان نبحث. طيب أم محمد، قبل الطلوع من المخيم، معلوم أن هناك قوات لأحمد جبريل فلسطينية، الأصل أنها ربما تكلف بحماية الفلسطين على الأقل في مخيم اليرموك في دمشق، ما الذي فعلته قوات أحمد جبريل لحمايتكم؟ والله
ولا أي حماية كان عندنا ولا أي حماية. بالعكس كانت على أساس كانت الجماعات الجبرية تحمينا، فكان ما في عندنا أي حماية. بالعكس كله جراح، كله ما عرفنا مثلا كان الموت والقصف من حولنا والدم والدمار والشهداء اللي كانت في الأراضي والأموات والأطفال اللي راحت عيونها وأزرعها والنساء سكالة، وإحنا منا اللي كنا بالجوامع اللي انضربت واللي الجوامع اللي انضربت عنا، وكنا كل بقلب الجامع وطلعنا كان الموت كانت يعني الجثة في الأموات اللي كانت على دراج الجامع شيء ما بيتصدقوا عقل وما ولا إنسان ممكن يتقبل هالمشهد الذريع اللي إحنا شفناه. طيب أم محمد أنتم في الأصل لستم سوريون، أنتم فلسطينيون مقيمون في سوريا في سوريا، يعني ما دخلكم في هذا الصراع؟ لماذا يقع قصفكم؟ لماذا يقع يعني قتلكم واستهدافكم من قوات النظام؟ والله يا أخي إحنا ما كنا حابين نطلع من مخيمنا، ولكن كان أجبارنا قصريا طلعتنا من المخيم بشكل قصري. وقصفة كانت ولا أقصى من هنا، طلعتنا كانت ولا النكبة 48 كانت نكبة أقصى من نكبة 48. إحنا كنا طلعنا ودموعنا على قدنا ونطلع على المخيم ونصرخ إنه ليش عم بيطلعونا، مش شو الهدف إنهم يطلعونا من مخيمنا؟ ليش الدمار؟ ليش الموت؟ ليش استهدفونا إحنا الشعب الفلسطيني اللي مفرد من مكان لمكان منذ 60-70 سنة؟ ليش إحنا بالأساس دخلنا بهالقصة بهالموضوع؟ ليش الموت لحقنا؟ ليش الدمار؟ ليش أولادنا تقتلت؟ ليش نسائنا تهجرت؟ ليش أطفالنا تكتمت؟ شو ذنبنا؟ شو ذنب هالأطفال اللي تكتمت اللي عالم قدامنا تقنطت وعالم تفجرت في؟ ليش؟ شو السبب؟ احنا هذا كان يقلنا كثير لما طيب. كنا من المخيم كانت قصة يعني نكبة حقيقية جدا جدا. حتى انا كان معي واحدة طلعت من فلسطين اللي نكبة طلعتنا من المخيم اللي يرموت اقصى بكثير من نكبتنا لما طلعنا من فلسطين، كانت طيب. نكبة حقيقية بكل معنى الكلمة. كيف طلعتم أم محمد؟ كيف طلعتم من المخيم؟ ما هي الطريقة والوسيلة اللي طلعتم بها؟ والله يا أخي يعني شيء ما بيتصدق إن إحنا مشينا على إجرينا، يعني أول إحنا كنا يعني هربانين محل بقلب المخيم، فطلعنا مشينا مشو كان حوالينا القمص، ممكن أي ساعة ممكن أنا أموت أو غيري أو حوالي أولادي وكل ولد بجهة. يعني حقيقة كان شيء مرعب جدا جدا، كانت دموع صروخ الأطفال الشباب تلحقنا بدها تنقذنا، إحنا بس لحالنا يعني مننا وفينا كانت الحماية. ما حدا حمانا، ما حدا حس فينا، ما حدا طلع علينا، كنا نموت قدام عيون العالم كله، ما حدا قالنا منين أنتوا؟ ليش شو ذنبنا؟ شو ذنب الصغار اللي صار فيها التشرد؟ شو ذنب الأطفال والنساء اللي ترملت؟ شو ذنب هاي العالم كله اللي طلعت من المخيمات على دمها بناء أسسوه وتعبوا عليه بالمخيم؟ شو ظلنا نترك طيب أم محمد كيف كان الطريق حتى وصلتم القاهرة؟ القاهرة أنا لما رحت طلعت من دمشق، ما كان في مجال قدامنا إلا أن نطلع من الشام كلها، لأنه خلاص ما عاد في مكان آمن، القصف والسيارات المفخخة والقتل والاغتيالات، فكان مش إلا نطلع من الشام. حتى طلعتنا من الشام كانت على دمنا يا أخي، كانت المشوار للمطار دمشق الدولي كان مليء بالمخاطر، كان قصد يعني اللي يطلع بكون يا بدي أعيش يا بدي أموت، ما عاد في مجال. أنت بتوصل على مطار دمشق الدولي، أنت مسؤولة عن حياتك، أنت يمكن تموت مش توصلي. فكان كله مليء بالمخاطر. وصلنا على المطار وطلعنا من المطار وإحنا ما نصدق إحنا عايشين ولا ميتين ولا عقلنا، إحنا بهذيك الساعة غيبناه نطلع من الموت، نطلع من القهر، نطلع من الذل اللي شفناه إحنا كشعب فلسطيني. العالم وينه؟ وين الشعب؟ العالم يسأل عننا إحنا، وين شبابنا اللي تقتلت اللي بالسجون؟ وين الضمير العالم يسأل عننا؟ وين طيب أم محمد نعم أم محمد، وصلتم إلى مطار القاهرة، كيف كانت معاملة السلطات المصرية لكم؟ والله إحنا فتنا مع حد حكانا الحقيقة فتنا كان صوت الفلسطين السوري كان يفوتونا، بس إنه مجرد إحنا بس نيك حتى بمصر شفنا معاناة حقيقة هاي المعيشة، هربنا من الحرب والدمار والذل والاغتيالات إلى مصر، وكانت مصر كانت معاناة حقيقية مع المعيشة من غلاء المعيشة من عدم مساعدات، فكانت حتى بمصر تغلبنا، وكانت كل مكان يلحقنا الصعوبة المعيشة في مصر، مع أنه كان عدنا وبس بدنا الأجارات ودنيا، كان في غلاء كثير وفي أطفال معنا، كنا رايحين يعني لا مأوى ولا معول ولا أي طيب أم محمد أنت في لما وصلت لمصر كانت في فترة مرسي أم بعد الانقلاب؟ لا مرسي. طيب بعدين ذهبت مباشرة إلى البحث عن وسيلة للوصول إلى أوروبا صح؟ لا والله قعدنا بمصر قعدنا فترة من الوقت،
بعدين فجاه عرفنا بهاي سفينه الموت، رحله الموت اللي ما بيطلع له ولا اي انسان ممكن عنده عقل الا العقل اللي غيبه، العقل اللي غيبه الانسانيه. وين الانسان اللي غيب لنا عقلنا نطلع ببحر، بحر ممكن انت بضايق، ممكن اللي فات على البحر حتجوا بالسفينه، هذا رحله الموت راح بده يموت حاله، يعني ما عاد في مجال قدامه، يا بموت يا بعيش، ما عاد في مجال. اي انسان طلع السفينه تاكد 100% كان انا ما راح اوصل، انا بدي اموت. وين العيشة؟ وين عيشة الإنسان بكرامته؟ وين الأمان؟ وين الحياة اللي كل الناس تتمناها؟ طيب أبو محمد، كيف كانت الرحلة في البحر؟ كم استمرت من يوم؟ كيف قضيتم هذه الرحلة كاملة؟ والله رحلة كلها مشقة يا أخي، كلها موت، كلها رعب، كنا أشباه أموات كنا بالسفينة. إحنا أكثر شيء كان يخوفنا أن يرجعونا على الشام، لأن كان رجعتنا كثير فيها مزلة، فيها سجن، فيها حبس، فيها بهدل، كنا خايفين من السلطات المصرية القطمة. هذا أهم شيء، كان الشغل الأول عائق إنه منا كنا نازلين على الموت كل أطرافه، كل أموره، كل مراحل كنا بالموت، يا من السلطات تكنشنا وحطنا بالسجون استهدلنا. واضح يا أم محمد. في النهاية ما هي الرسالة التي تودين توجيهها للعالم الذي يستمع إليك ويشاهد هذه المآسي؟ طلع فينا إحنا، فيها منا، في منا عالم ماتت بقلب السفينة، وين ضمير العالم الإسلامي؟ وين ضمير العالم الإنساني؟ إحنا اللي نزلنا بالموت، اخترنا الموت بإجرينا، فتنا على الموت، نختار الموت مشان حياة أفضل. وين الناس؟ وين البشر؟ وين الحياة؟ وين المنظمات الإنسانية تطلع علينا تدفع بحالتنا؟ في إسا في إن أخوات وفي شباب وفي أهل بالشام، وين يطلعون؟ هم يطلعون إسا مرت إلى يا بتموت حتى توصل لهون. أنا سألت قلت لهم كيف بدي أجيب بقية أهلي من الشام اللي مثل ما وصلت يوصلوا؟ يعني إلك عمر توصل، ما إلك عمر بدك تموتي، هذا بالمختصر اللي ما فيه. إنه أنت إلك عمر موتي، خلص راحت عليكي، ما في أي وسيلة ثانية، الموت أمامك وورائك في كل أنحاء العالم، ليش ذنبنا؟ واضح واضح. شكرا شكرا جزيلا لأم محمد، شاهدة عيان على جزء مشاهدي الكرام من هذه المأساة التي تستمر لأكثر من سنتين ونصف، يعاني منها أكثر ما يعاني المواطن البسيط الذي لا يملك يعني طولا ولا يملك قوة مثل أم محمد. نساء كثيرات أكيد، ومثل أبناء أم محمد أبناء آخرين كثيرين. نتمنى أن تزول هذه المأساة في أقرب حين. أعود إلى ضيفي في الاستوديو الأستاذ واصل شمالي. أستاذ واصل، ما تعليقك على قصة أم محمد؟ أخي، هذا الوضع التي عانت منه الأخت أم محمد في الحقيقة لم يدفعها إليه إلا الوضع الأصعب الموجود. الحالة الإنسانية الحقيقة صعبة جدا للمدنيين في سوريا. عندنا مناطق محاصرة منذ أكثر من سنة، عندنا منطقة في جنوب دمشق، منطقة اليرموك وتضامن والحجر الأسود، المنطقة الجنوبية بكاملها، عندنا الدارية والمعظمية، معظمها 4 أشهر إلى حد الآن محاصرة. نعم. أطباء يذكرون أن هناك أطفال ماتوا لقلة الدواء. طبعاً في المعظمية، في 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 حمص الآن سنة ونصف حمص محاصرة. نعم. لا يدخل إليها أي شيء. هذه الحالة الإنسانية فرضت على الناس الذين يستطيعون الخروج أن يركبوا الموت للهروب. نعم. نحن عندما رفضنا الذهاب إلى جنيف ونرفض الذهاب إلى جنيف لأن هذا النظام يجب أن يحاكم على هذه الجرائم. لا يصح أن نجلس معه على طاولة واحدة وننسى كل هذه كل تلك المعاناة للناس، الناس التي ماتت من الجوع، الناس التي ماتت من الكيماوي. هناك أسر خسرت. أنا أعرف شخص في 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 ريف دمشق. نعم. في الغوطة الشرقية خسر من عائلته المقربة 25 شخص، زوجته، بناته، أمه. يعني هؤلاء الناس لهم حقوق. نعم. لا يصح أن نذهب ونجلس مع هذا النظام ونضيع كل هذه الحقوق بحجة أن نوقف هذا النزيف. النزيف المفروض أن يكون هناك ضغط من المجتمع الدولي على هذه العصابة كي توقف القتل كما ضغطوا عليه ليسلم الكيماوي. نعم. طيب، ما تعليقك على الدعوات الأممية لأسموس مثلا؟ تقول أن المنظمات الإنسانية تمنع من الدخول إلى معظمية الشام. الأمريكان كذلك نددوا بحصار معظمية الشام. ما تعليقك على الدعوات الأممية والتنديد الدولي بهذا الحصار؟
البعض يقول أنهم فقط إعلاميا فقط يشتغلون، لكن على الأرض لم نرى شيئا. أخي المنظمات الإنسانية تحتاج إلى راعي، يجب أن يكون هناك ضغط من مجلس الأمن أو من الأمريكان كما ضغطوا باتجاه يعني سحب الكيماوي من 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 أيدي العصابة. نعم. يجب أن يكون هناك قوة في الطرح. أما منظمة إنسانية ماذا تملك المنظمة الإنسانية؟ تملك الدواء والطعام لتقدمه، ولكن من يفتح الطريق؟ هذا هو السؤال. الممرات الآمنة يجب أن يكون هناك فرض من هذا المجتمع الدولي، من يدعون أنهم أصدقاء للشعب السوري، من يدعون صداقة الشعب السوري. طيب سنواصل، يعني بما أنهم تمكنوا من أن يفرضوا ويلزموا نظام الأسد بتسليم السلاح الكيميائي وببدء تدميره على أرض هناك في سوريا، أليست لهم القدرة الإمكانية على إلزامه بتوفير هذه المخارج الآمنة للناس الذين يقتلون يوميا هناك؟ يعني ما يزيد من 70 قتيل تقريبا يسقط يوميا في مناطق متفرقة من سوريا، أليس لهم الإمكانية والقدرة على إلزامه بتوفير هذه المخارج الآمنة؟ طبعا عندهم الإمكانية. لماذا لا يفعلون إذن بتخليل؟ لأنهم ليسوا أصدقاء للشعب السوري حقيقة، هم أصدقاء لمصالحهم، هم لديهم مصالح معينة داخل الأرض السورية. لذلك نحن لا نثق لا بمن يدعون صداقة الشعب السوري، كما لا نثق بالنظام لنذهب إلى مجهول ونجلس مع مجرم نفاوضه على أن على براءته. هذا يعني كانك تقول أنه لا يهمهم مآسي الشعب السوري، يهمهم فقط تأمين بعض مصالحهم، لذلك تحرك لما كان هناك النووي. أقول لك هناك ما يقارب المليون لاجئ سوري في لبنان، وما يقارب المليون لاجئ سوري في الأردن. نعم. انظر إلى حالتهم، أشد صعوبة من لاجئي الداخل. لو كانت هذه المنظمات وهؤلاء الدول التي تدعي صداقة الشعب السوري جادة في هذا الطرح، لكنا شاهدنا هؤلاء الناس على الأقل داخل مخيمات محترمة قليلا. الآن مع بدء الشتاء أصبحت الخيم تغرق في المياه والطين. نحن يعني حقيقة هؤلاء أولئك الدول لم تثبت ولو بأقل القليل دعمها للثورة السورية ودعمها للشعب السوري للمعاناة الإنسانية أساسا، يعني تمام. قبل حتى السلاح. أشكرك شكرا جزيلا المعارض السوري الأستاذ واصل شمالي، شكرا جزيلا على حضورك معنا. مشاهدي الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم نواصل بعده الجزء الثاني والذي سيكون موضوعه التطورات الأخيرة في المشهد المصري. إذن فاصل ونواصل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في الجزء الثاني من برنامج عين على الثورة. في هذا الجزء سنفتح الملف المصري وآخر التطورات المصرية، حيث اقتحمت قوات الأمن المصرية جامعة الأزهر في القاهرة لفض المظاهرات التي نظمتها حركة طلاب ضد الانقلاب، والتي شهدتها كليات جامعة الأزهر في عدد من المحافظات المصرية أهمها الشرقية والبحيرة، وأطلقت الخرطوش والغاز المدمع في محاولة لتفريق المتظاهرين من الطلاب. وقالت حركة الطلاب ضد الانقلاب إن المظاهرات جاءت للتنديد بعزل الرئيس محمد مرسي وأحداث قتل واعتقال المتظاهرين المؤيدين له، كما شهدت مناطق أخرى في مصر مظاهرات هي الأخرى ترفض الانقلاب وتدعو لعودة الشرعية. نعم، هناك وقفة تضامنية نتابعها الآن مشاهدينا الكرام، آخر ما وصلنا وقفة تضامنية في الفيوم مع التحركات التي شهدتها محافظات مختلفة في مصر اليوم. إذن كانت هذه مشاهدينا الكرام بعض الصور التي تأتينا من مباشرة من هناك من الفيوم. الآن نذهب لمتابعة هذا التقرير ثم نعود بعده لبداية النقاش.
نظمت حركة طلاب ضد الانقلاب في مصر مظاهرة حاشدة في جامعة الأزهر تنديدا بعزل الرئيس محمد مرسي وأحداث قتل واعتقال المتظاهرين المؤيدين له. وجاء في بيان للحركة أن انطلاقة السبت كانت عفوية والأحد انتفاضة كبرى بجامعة الأزهر لن تبقي أمامها ولن تذر. وكان الطلاب المتظاهرون قد طلبوا بإقالة شيخ الأزهر أحمد الطيب ورئيس الجامعة أسامة العبد، كما رفعوا لافتات تحمل شعار رابعة العدوية مطالبين بالقصاص لضحايا فضي اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وعودة الشرعية، ورددوا هتافات مناهضة للجيش والشرطة. من ناحية أخرى أمر قاضي المعارضات في محكمة جنح قصر النيل بتجديد حبس 163 من معارضي الانقلاب العسكري لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق. وفي سياق متصل قالت منظمة العفو الدولية أمنستي إن مشروع قانون التظاهر الجديد في مصر يمهد الطريق لما وصفته بسفك دماء جديدة في مصر. وحذرت المنظمة من أنه في حال توقيعه من الرئيس المؤقت عدلي منصور فإنه سيقيد بصورة تعسفية الحق في حرية التجمع السلمي. وأضافت أنه سيطلق العنان لقوات الأمن في استخدام القوى المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين حسب بيان المنظمة. إذن مشاهدي الكرام كان هذا تقريرا حوصلنا في آخر تطورات اليوم، وعلى رأسها التحرك، تحرك الطلبة داخل جامعة القاهرة. للتعليق على هذا الموضوع معي في الاستوديو الشيخ الدكتور خالد فكري الداعية الإسلامي. دكتور خالد مرحبا بك، ما تعليق دكتور على هذا التحرك النوعي يعني من حيث الكم ومن حيث العدد؟ جامعة القاهرة رئيس الجامعة كان هدد بأنه لو وقع أي تحرك سيقع إلغاء الدروس صحيح. إلى أجل غير مسمى. وقعت اليوم تحركات أمس وكذلك اليوم صحيح. كانت حاشدة أكثر. إذن ما الذي ننتظره الآن من رئيس الجامعة جامعة الأزهر؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن الباطل يحاول أن ينتفش وأن يستمر في قمعه نعم. وفي ظلمه وفي جبروته، لكن الحمد لله رب العالمين لا يمكن بحال أن يعود الزمن إلى الوراء، ولن تعود أيام عبد الناصر أو أيام حسني مبارك مرة أخرى نعم. مهما حاول عبد الفتاح السيسي وعصابته فلا يمكن بحال من الأحوال أن تعود عقارب الساعة وأن يظل الناس يعني سكارى وصمتة ويبصمون. هذه مظاهرات عفوية، هذه مظاهرات شبابية طلابية. جامعة الأزهر قلعة من الجامعات العريقة جدا في مصر نعم. مئات الآلاف يتحركون يطالبون بالحق، الحق الواضح الذي لا يختلف فيه اثنان نعم. أعيدوا الرئيس المنتخب، أعيدوا الشرعية، اسمحوا عودة الحريات مرة أخرى، لا نريد للجيش أن يتدخل بهذه الصورة الرهيبة من الدكتاتوريات التي انتهت في العالم كله. كيف نعم. مصر اللي قلعت العالم العربي والإسلامي يعود هؤلاء الجبابرة الطغاة إلى مثل هذه الأفعال؟ الداخلية والجيش لا يتورعون عن فعل شيء بعد المذابح اللي حدثت في ربع العدوية نعم. الأيام الأخيرة المحللون السياسيين قالوا أن حتى مظاهرات 6 إبريل قمعت نعم. مظاهرات حركة الألتراس الأهلي والألتراس الزمالك انضربت نعم. مظاهرات ماسبيرو، ولولا أن كان في عدد تجمع قبطي كبير وإلا كانت هتبقى مذابح متكررة. التيار الثالث أراد أيضا مظاهرات، تريد الحرية. مش مستحيل ما يحدث في مصر الآن هو نفق مظلم 100% وعصابة تريد أنها تعمي الناس وتسكت الأفواه وتظن أنها تعيش أيام التلفزيون الأبيض والأسود. ما دلالات دكتور خالد، ما دلالات هذا التنامي في نعم. المظاهرات ليس فقط الآن من دعم صحيح. الشرعية يعني صحيح. الأطرس ليسوا معها الشرعية و6 أبريل نعم. ليسوا مع الشرعية، التيار الثالث فيه صحيح. وعليه، لكن يعني هناك أصناف الأخرى الآن صحيح. كأنها تضاف صحيح. للغاضبين
صحيح. غير الراضين على هذا الانقلاب. هذا كلام صحيح 100%، لأنه انقلاب دموي فاشي، انقلاب أراد أن يعيد مصر 40-50 سنة إلى الوراء بحكم طواغيت يدمرون ويخرسون الأفواه ويضعون البيادة، عفوا نعم. يعني أقول حذاء الشرطي نعم. يضع في فم من يتكلم. وهذا إن دل على شيء يدل على أنهم دخلوا في ورطة وفي طريق مظلم، وأن الثورة الحقيقية ثورة 25 يناير التي أطاحت بمبارك لا زالت مستمرة وإن شاء الله ستستمر، وأنه لا مجال للحياة مطلقا بالنسبة لعصابة السيسي وكل من كان معه يوم أعلن انقلابه المشؤوم. هؤلاء أناس وضعوا حبل المشانق على أعناقهم، لا مجال لهم اليوم. السيسي ما يقدرش يتراجع، صحيح أصبح في دماء طيب. وأصبح في سجون، ليس أمامه إلا إما أن يستمر في البطش وإما أن يفر من مصر، وإما أن تكون مصيره مصير القذافي، وإن شاء الله حيكون مصيره مصير طيب القذافي. طيب دكتور خالد ابقى معي، تحول مشاهد الكرام الآن إلى القاهرة، معي من هناك إبراهيم محمد عضو حركة طلاب ضد الانقلاب. سيد إبراهيم مرحبا بك. ما هي آخر التطورات على الأرض في هذا اليوم؟ يبدو أنه يوم متحرك وفي كثير من التطورات. الحقيقة النهاردة كان يوم ساخن جدا، وأن الطلبة كانوا مقررين شيء التصعيد بشكل سلمي كعادتهم. نعم. إلا أن النهاردة مع بداية المظاهرات في جامعة الأزهر بدأ الطلاب المشاركة والحجز داخل الجامعة داخل أطوار الجامعة، وبدأ العديد والعديد من الطلاب انضموا إليهم حتى خرجوا إلى ميدان رابعة العدوية، لم يصلوا إلى ميدان رابعة العدوية أو حتى يقتربوا منه، مجرد وصولهم إلى النصب التذكاري للجندي المجهول، كان هناك سلك شائك، وقف الطلاب يحتفون وصلوا صلاة الغائب لتمجيد ذكرى شهداء رابعة العدوية. بعدها بدأ مباشرة قوات الأمن من الداخلية والشرطة في ضرب الرصاص الحي مباشرة في الهواء لتفريق الطلاب، مما أدى إن إلى حالة رعب رهيبة حدثت ما بين الطلاب، فتراجعوا ومع رجوعهم أصبح الأمن يتقدم عليهم حتى وصلوا إلى جامعة الأزهر، عادوا مرة ثانية إلى جامعة الأزهر، ولكن الأمن لم يقف حتى هو عند أطوار الجامعة، ولكن دخلوا إلى جامعة الأزهر، وهذا ما أثبتناه بالصور، وحضرتك يعني ممكن نظهر هذه الصور، لكن بين دخول الأمن قوات الأمن إلى حرم الجامعة واقتحامهم إلى هذا الحرم، وصلت قوات الجيش إلى بوابة الرئيسية للجامعة ولم تدخل، ولكن دخلوا القوات الداخلية، دخلوا وهم يطلقون الخرطوش بكثافة جدا جدا، أدى إلى إصابة العديد من الطلاب، أطلقوا قنابل للغاز بشكل بشع، وكان هناك تعليقات يعني فقدنا الوعي وإصابات شديدة ما بين الطلاب. لم تقف التجاوزات عند هذا الحد، ولكن قامت قوات الأمن باعتقال الطلاب من داخل الجامعة، وهذا انتهاك رهيب لحرمة الجامعة وحرمة الطالب المصري، وهذه هي ثمن الحرية وثمن الديمقراطية التي ينادي بها الطلاب أن يعتقلوا وأن يهان داخل أسوار جامعتهم. يعني الانتهاكات والاعتقالات لم تقف عند حد الطلاب، ولكن رأينا طالبتين من اعتقل بالإضافة إلى الطالبات التي أصيبت طيب. إبراهيم كم عدد المعتقلين حسب إحصائياتكم، يعني من بنات والأولاد، يعني كم عددهم إلى حد الآن تقريبا؟ يعني حتى الآن نحن يعني ما بين 30 معتقل من بينهم بنتين إحداهن من الصحفيات المراسلات اللي تابعة لأحد الشبكات الخاصة وهي في الأصل طالبة من الجامعة. لأما بالنسبة للإصابات فإحنا يعني ما عندناش حصر نهائي للإصابات، ولكن الإصابات كان بعدد كبير جدا. النتيجة أن الأمن يتعامل بنفس العقلية، يعني أنا آسف في هذا اللفظ، لكنها عقلية متخلفة مع الطلاب، أن الطلاب هؤلاء خرجوا للتعبير عن غضبهم لاعتقال زملائهم. نعم واضح. فكانت النتيجة أن يعتقلوهم أيضا، فهذا واضح. لا يعني يفيد قضية العسكر، ولكن هذا يزيد من
غضب الطلاب ويزيد من إصرارهم على قضيتهم. طيب إبراهيم، إبراهيم هل هناك أشكال أخرى الآن ربما ستتبعونها في مواصلة هذه التظاهرات المقبلة في الأيام المقبلة؟ بالطبع نحن مستمرون، وبالطبع يعني اليوم هو ثاني أيام الدراسة فقط في جامعة الأزهر. يعني أنا عايز أقول لحضرتك أن جامعة القاهرة اليوم أيضا انتفضت انتفاضة جامعة الأزهر، ودخلوا مبنى القبة، قبة جامعة القاهرة، نتيجة للتجاوزات التي حدثت في جامعة الأزهر، ليس في القاهرة فقط ولا الأزهر فقط بل جامعات مصر كلها تنتفض، كل طلاب الحركة ينتفضون من أجل هذه القضية. الاستمرارية هي سلاحنا، والسلمية هي أيضا سلاحنا التي نتسلح به. واحنا لما بنقول سلمية ما بنقولش سلمية وننتهك غيرها، لا، احنا بنقول السلمية انها اصبحت بالنسبة لنا منهج في النضال، فنحن نناضل من اجل السلمية ومن اجل المحافظة على هذه السلمية، ولكن يواجهنا الامن بهذا العنف. يعني احنا مستمرون ان شاء الله، وما رآه الامن اليوم من خروج هذه المسيرات الا انها بداية فقط لمسيرتنا، ولكن احنا مستمرين ان شاء الله الى اخر نفس، والى ان يخرج كل المعتقلين، الى ان تسترد كل حقوق الشهداء، والى ان يعاد الحقوق الى واضح باذن الله. شكرا يعني شكرا شكرا جزيلا لابراهيم محمد، عضو حركه طلاب ضد الانقلاب، كنت معنا عبر الهاتف من القاهره. اعود اليك دكتور خالد، ما تعليقك على هذا العنصر الجديد الذي انضاف الى الحراك الشعبي وهم الطلبه؟ يعني يعني منذ أسبوع كانت فقط طلبة مقتصرة على جامعة القاهرة وحلوان بعض الجامعات الأخرى، الآن منذ يومين تقريبا انضافوا إليهم طلب جامعة القاهرة وهم طلبة يعني بالآلاف. ما المتوقع الآن من هذا العنصر الجديد؟ المتوقع أن الموضوع سيزداد إن شاء الله، والثورة المضادة لهذا الانقلاب الدموي ستتسع أكثر وأكثر، وقطاعات أخرى من الشعب حتساهم فيها. والأمل كبير إن شاء الله رب العالمين أنه حيتم سحق هذا الانقلاب الدموي الفاشي. الطلاب لا يستطيع أحد أنه هو يسيطر عليهم، وخاصة في هذا الزمن الآن اللي فيه الإنترنت والفيسبوك والاتصالات الفورا بالموبايلات، وأيضا روح الحرية اللي شاهدها الشعب في بعد سقوط حسني مبارك ومجيء مرسي وغيره، لا يمكن بحال من الأحوال لن يستطيع السيسي وعصابته والببلاوي وهؤلاء أنه هم يخرسوا الألسن. الناس الآن بتطالب بأمور طبيعية يأخذها كل إنسان في على وجه الأرض، نريد حرية، نريد التعبير عن الرأي، فضلا عن الإسلام والدين، نريد الإسلام، نريد الشريعة، نريد أن يعود الناس مرة أخرى إلى حياتهم الطبيعية. إنما قصة القمع والقهر والقتل وعشرين ألف في السجون الآن، الإحصائيات الغير رسمية تقول أن عدد المساجين في مصر تجاوز العشرين ألف، وسجون جديدة بتفتح. الراجل بدل ما يشوف الفقراء والمآسي اللي موجودة والمجاري وعدم وجود الماء بيفتح سجن جديد الآن بيعد أكثر من سجون تسع الآلاف. كل ده بيدل على إيه؟ انهيار كامل للانقلاب، تمادي حركة المقاومة، والحمد لله رب العالمين لن تكون فقط الطلاب، والطلاب قوة لا يستهان بها، الآن الثانوي بيتحرك، الجامعات بتتحرك، بل المراحل الإعدادية، قطاعات أخرى من الشعب بتتحرك في المزارع والمصانع والنقابات. سيكون طيب دكتور خالد، ألا يعتبر السماح لهؤلاء بالحركة هو نوع من نوع الحرية، حرية التعبير التي يعطيها الحكم الجديد في مصر، خاصة وأنه ماشي قدما نحو إنجاز كثير من خارطة هو الطريق؟ لجنة الخمسين تستغل، وربما الشهر القادم ستأتي بالدستور الجديد، هناك حراك حتى 6 أبريل وغير، هذا داخل في الحراك الثوري الذي يسمح به الحكم، الحكم لا الجديد يسمح. الحكم لا يسمح ولا يريد وليس له إلا صوت واحد وكلمة واحدة. لكن هذا خرج عن يده، الناس اللي بتتحرك دي بتتحرك بدون إذن من الدولة، خرج عن يده، قد يستطيع أن زي ما فض اعتصام رابعة والنهضة، يستطيع أن يفض باستعمال القوة، لكن لا يريد استعمال القوة إلا اتجاه ناس يستعملون السلاح ضد الجنود. أولا لم يكن هناك استخدام سلاح نهائي في كل المظاهرات، لم يستطع
أن يثبت أن أناسا من المتظاهرين حملوا رشاشات ولا أسلحة وقتلوا. كانت هناك بعض الصور دكتور خالد، لكن يعني هذه ما هو، أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، من السهولة جدا أن هو يدخل في بين المتظاهرين بعض البلطجية والحرامية بتوعه ويطلقوا شيء من الأشياء. لكن حقيقة الأمر أن الجموع الغفيرة مئات الآلاف وعشرات الآلاف لم يحمل هؤلاء وهم في تظاهراتهم أي نوع من أنواع السلاح. الدولة كيف ستوقف هذه المظاهرات بالقوة زي ما حضرتك بتقول؟ اقتحام جامعة الأزهر، الأخبار اللي جاءت اليوم أن الشرطة دخلت والأمن دخل إلى داخل الجامعة، كانوا بيرموا الأول قنابل مسيلة للدموع وغاز وغيره، لكن اقتحموا ودخلوا الأبواب ودخلوا داخل الجامعة، وزي ما قال الأخ محمد إبراهيم له عندهم صور الآن الشرطة داخل الجامعة. طيب دكتور خالد، لكن لا يمكن أن نلوم الشرطة لأنه ما حتى يدخلون داخل الجامعة لابد أن يقع لهم إذن من رئيس الجامعة. يبدو أن رئيس الجامعة رأى أن هناك فوضى، ما استطاع هو ومن معه من المدرسين السيطرة عليها، فاستدعى مضطرا الشرطة. الآن رئيس الجامعة جزء من النظام القمعي البوليسي، الآن الدولة بتسيطر على مفاصل الحكم بقوة البوليس والشرطة والجيش، فلا يمكن أن يعين أحد إلا لما يكون أمن الدولة والمخابرات قد وافقت عليه. المحافظين كلهم اللواءات، مديرين الجامعات والرؤساء يخضعون للأمن الآن اللي موجود في الجامعات، الهيئات كلها في الدولة من أول الإعلام والقضاء يخضع إلى المباحث والمخابرات. عدنا مرة أخرى إلى أن يعين ويقال ده رئيس جامعة، ده مش هيبقى رئيس جامعة، ما فيش انتخابات، فرئيس الجامعة إنما هو صوت زي ما قال للطلاب، وقالوا أيضا لشيخ الأزهر إحنا عرفناك أنت راجل عميل، أنت راجل لا تمثل الأزهر في شيء، اخلع الجبة، ظهرت على حقيقتك. فما أريد أن أقوله الحمد لله الأمور بتتكشف والصورة أصبحت أكثر وضوحا، والحمد لله رب العالمين إن في شيء من الوعي بدأ يتنامى بكثرة. وقصة بقى إن دي إخوان وجماعة إرهابية فشلت وسقطت، ما استطاعوا الآن إن هم يكرروها. أنت بتحارب إيه؟ ده طلاب جامعة، أنت جاي بتمنع طالب جامعي أن هو يقول رأيه ويقول أنا أرفض هذا الانقلاب الدموي وأرفض هذه الحكومة المعينة وأرفض هذا الرئيس الطرطور اللي حاططه لنا وأرفض النهب الرهيب اللي حصل خلال 100 يوم من حكم الفتاح السيسي ده هو والببلاوي، ملايين الآن الفضائح عمالة بتزكم يعني يبدو أن هذا الحراك ليس فقط ضد الانقلاب أو من مارس الانقلاب، يعني صهيب عبد المقصود اللي هو متحدث باسم طلاب جامعة الإخوان المسلمين يقول إن الثورة على علماء الفتنة يسمها الآن هذه ضد علماء الأزهر على علماء الفتنة الذين أعانوا على قتل المصريين، ثم يذكر بسقوط أكثر من 100 قتيل من علماء وطلاب الأزهر. يعني صارت الثورة ليس فقط على رمزها السيسي وربما البيبلاوي وعدلي، صارت ثورة على كل من يقبل بالانخراط مع هذا النظام الجديد في أي مسؤولية كانت. المنافقون والمنافقات يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف وبعضهم أولياء بعض، هي عصابة متكاملة، والراجل السيسي ده حاطط سلاسل حديد من حوله حتى تحميه وتحميه من السقوط، إذا سقط كلهم هيسقطوا وراه. فعمال يجيب الآن يجند من ضباط الجيش ومن ضباط المباحث ويجند المنافقين والفسقة والدجالين، وعامل حواليه هالة ممن يؤيده حتى يستمر في خداعه للشعب وفي استمراره على منصبه. لكن حقيقة الأمر أن الأزهر فيها مجموعة من الشرفاء كثيرين في جبهة علماء الأزهر، في أناس ضحوا والحمد لله، كان في مجموعة من الأزهريين مبكرين إن شاء الله نحسبهم شهداء عند الله، وقفوا أمام هذا الدكتاتور وهذا الحرب الدموية اللي قادها عبد الفتاح السيسي. في علماء من الأزهر كثيرين وعلى رأسهم طبعا الشيخ فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي وغيره، رافضين تماما ما يحدث في مصر. الحمد لله الحراك حيستمر، وإحنا كلنا أمل بإذن الله أن لن تستمر أيام السيسي طويلا إن شاء الله. أسعد لك دكتور خالد. مشاهدي الكرام، أتحول إلى ضيفي هنا من لندن الدكتور أحمد صابر الأكاديمي والناشط السياسي. دكتور أحمد مرحبا بك. أهلا بك وتحياتي للأخ العزيز الصديق الدكتور خالد فكري. دكتور أحمد، ما تعليقك على هذا الحراك الطلابي المتزايد كما يصفه البعض، خاصة بعد انضمام طلبة جامعة الأزهر أمس واليوم إلى هذا الحراك؟ نعم، هو في حقيقة الأمر يعني
ما يحدث في جامعة الأزهر تحديدا له خصوصية قد تميزه عن جميع الجامعات الأخرى. نعم. نتيجة طبيعة هذه الجامعة وطبيعة الطلبة الدارسين فيها وطبيعة الأزهر بشكل عام. نعم. واقع الأمر وهذا أمر يعني لا نستطيع أن نحن نخفيه أن الأزهر يعاني من أزمة شديدة من فترة زمنية طويلة جدا. الأزهر وهو مفترض أن هو منبر لأهل السنة والجماعة على مستوى العالم الإسلامي له حالة من حالات الاستقطاب والهيمنة عليه، وللأسف أن كل الحكومات التي تداولت على مصر كانت حريصة دايما أن يكون الأمر الأزهر تحت سيطرتها، وده أفقد الأزهر حيدته في كثير من الأمور وجعله لا يمثل هذه المصداقية التي يجب أن يمثلها كمنبر له هذه الأهمية في قلب كل مسلم في العالم الإسلامي. وبالتالي وجدنا هذا التناقض الشديد جدا. عندما يكون هذا التناقض بين الشعب وبين الدولة نجد أن الأزهر ينحاز إلى الدولة، لأن من يقوم بتعيين القائمين على الأزهر هو الدولة، وبالتالي ولاء من هو على رأس الأزهر هو ولاء لمن قام بتعيينه، وهذا أمر منطقي واضح جدا أيا كان من يقوم بتعيينه. طيب. وبالتالي حصل كان دائما يحصل هذا الخلاف، وده كان بينعكس بدوره على الأزهر كمؤسسة وعلى الأزهر أيضا كمؤسسة تعليمية. نعم. لا تملك هذا الحيدة، لا تملك هذه الاستقلالية في مواقف كان يجب أن يكون الأزهر فيها سباق يقود ثورات، إلا أن احنا كنا نجده متخاذل، ومن على رأسه كانوا في الحقيقة لا يمثلوا يعني هذه المؤسسة بكل ما تملك من شموخ و وحظ ولدى المسلمين. نعم. ثم تأتي الأحداث في الوقت الحالي فنجد نعم. أن طلبة الأزهر ما فيش شك أيضا هم أيضا عندهم مشكلة أخرى، أن الأزهر كجامعة وأنا رجل أعمل في المجال الأكاديمي نعم. تم تهمشها، يعني عندما تقارن الأزهر مثلا بجامعة الأزهر، وأقصد هنا جامعة الأزهر بجامعة زي جامعة القاهرة طيب. أو جامعة عين شمس أو جامعة اسكندرية تجد أن تم تهمشها، وطبعا كلنا طيب عارفين. دكتور أحمد يعني دكتور أحمد حتى عذرا حتى لا نخرج يعني خارج الموضوع، فهمنا مسألة الأزهر ومشكلة الأزهر، سؤالي كان حول هذا الحراك الطلابي الكبير ضد الانقلاب في مصر، إلى أين إلى متى سيستمر هذا الحراك؟ ما الأثر الذي يمكن أن يدرعه يتركه هذا الحراك الطلابي على استمرار الانقلاب؟ هو ما فيش شك يعني هو هناك صراع، صراع من هو على رأس الدولة يريد أن يثبت قواعده وتستقر أموره، وهناك من يقاوم هذا الأمر. نعم. وهي المسألة مسألة وقت، ومن يملك إن هو يعني يعد الشعب معه ما فيش شك هو اللي حسب المعركة. أنا أعتقد أن يعني قد تطول الأمور بعض الشيء، لأن في اكتداب شديد جدا وفي خلط في كثير من المفاهيم لدى رجل الشارع، هيحتاج يعني كثير من الصبر وكثير من الوقت وكثير أيضا من الجهد في محاولة تغيير الواقع اللي تم فرضه على الشعب المصري أو على جزء كبير من الشعب المصري. هذا الأمر ما فيش شك اللي هيقوده دايما وهيكون في الطليعة هم شباب مصر، سواء في جامعة الأزهر سواء في جامعات مصر سواء حتى يعني الحرفيين منهم أو غيرهم في أي قطاع. أعتقد أن الشباب يجب أن احنا نعول عليه، لكن على الشباب أن يعلم أن هناك واقع قد فرض، هذا الواقع بغض النظر عن أسبابه أصبح واقع ما فيش شك أنه هو حيؤدي إلى استبداد وإلى طغيان، وأن الحاكم الموجود أيا كان اسمه أيا كان اسمه هو حيأتي في ظل منظومة استبدادية تفتعل الأحداث حتى تثبت أركانه. طيب لكن دكتور أحمد الطلبة معظمهم هؤلاء المنضوون تحت اسم حركة طلاب ضد الانقلاب يقولون أن تحركاتنا هذه اليومية لن تنتهي إلا بعودة الشرعية وعودة الدكتور محمد مرسي. أنا أعتقد أن قضية الدكتور مرسي مش هي دي القضية التي يجب أن تعلن. أنا القضية النهاردة هي مصر. نعم. أن مصر في أزمة، كيف نخرج مصر من الأزمة؟ أنا نعم. أتصور أن تضييق الأمر على عودة الدكتور مرسي يجعلنا ندخل في لغط، وفي هل الدكتور مرسي الشعب المصري يقبله أم لا يقبله، أم هل الإخوان المسلمين هل كان لهم أخطاء لم يكن لهم أخطاء. هذا أمر في الحقيقة يفتت ويفرق الناس ولا يجمعهم. ولكن إذا كان الشعار هو من أجل مصر، وأن الذي هو على رأس مصر النهاردة يقود مصر إلى حكم استبدادي مفترض أن احنا نكون تجاوزناه، هنا أعتقد أنك أنت حتجمع الناس
انما اذا جيت قلت لي تعالى علشان مرسي، انا واحد من الناس اعلنها بكل صراحه. نعم. انا مش من مؤيدين لمرسي. نعم. انا الدكتور خالد مؤيد لمرسي. نعم. وعرب الاسلام وكثيرين غير مؤيدين لمرسي. احنا نؤيد الشرعيه. نعم. نؤيد الديمقراطيه، نحن مع شعب مصر واختيارات شعب مصر ايا كانت، لكن كنا ان احنا نيجي نختزلها في شخص اعتقد ان هذا يضر القضيه. يا دكتور احمد، ما قد يرد عليك البعض فيقول ان الامر ليس متعلقا بشخص الدكتور مرسي، لان الدكتور مرسي الان يمثل الشرعيه، ولو كان اي احد في مكانه كانت المظاهرات ستخرج، لانهم لا يريدون الشخص بل يريدون الشكل اللي هو الشرعيه يعني. لا، ما انت بتعلن اسم شخص بشكل واضح وصريح وكأن الشرعيه اختزلت فيه. الشرعيه لم تختزل في مرسي، الشرعيه بتختزل في الوسائل التي تاتي براس الحكم. هذا هو القضيه التي واضح. يجب ان نتحدث عنها. لكن هل السيسي ياتي النهارده، هل ياتي السيسي او جاء من هو على راس الدوله بالشكل الذي تعرفنا عليه وتعرف العالم عليه؟ هذا هو السؤال. اي في يعني تقديرك انت يا دكتور، هل ان دكتور احمد قضيه في مرسي، انا اعتقد انه هو يفقدنا كثير جدا من مناصرين. نعم، شكرا جزيلا لك الاكاديمي والناشط السياسي دكتور احمد الصابر في لندن. اعود اليك دكتور خالد. طبعا كلام مهم ذكره الدكتور احمد، وانه نحن ليست المساله متعلقه باشخاص، يعني لا مرسي ولا غيره، انت نفسك لست مع مرسي، هو كذلك ليس مع مرسي، لكن المساله مساله الشرعيه. بس انا اود ان اذكر ان ما حدث في 3 يوليو لم يكن ازاله الرئيس مرسي ونقطه، كان الغاء الدستور، كان الغاء مجلس الشورى، كان الغاء كثير من المؤسسات الديمقراطيه التي جاءت في عهد هذا الرئيس يعني. ايوه، في نقطه بس، يعني قصه انا مع مرسي او ضد مرسي اعتقد هي ليس لها محل الان من الاعراب كثير، لكن الرئيس محمد مرسي انسان مظلوم، لابد ان الانسان يقف الان للدفاع عن هذا المظلوم، محبوس ظلما. نعم. ومنع من ان حد يعرف هو فين، ومنع من ان هو يواجه قاضي حقيقي، وحتى منع من انه يعرف له تهمة حقيقية. نعم. وإنما الاتهامات اللي ادعتها حكومة الانقلاب الدموية الفاشية أنه تخابر مع حماس، أنه ضيع أموال، أنه سرب الغاز، ومش عارف كلام سخيف لا يقبله طفل صغير يعني. نعم. حماس اللي هي كانت بتمثل المقاومة الإسلامية ضد محتل الصهيوني أصبحت جريمة، من يقول هذا يعني؟ والتخابر مع قيادات العدو الصهيوني أصبح صلة رحم ومحبة وفخر، هذا لا يقبله أي عاقل. الدكتور محمد مرسي إنسان مظلوم، ويجب أن احنا نقف مع هذا المظلوم حتى نخرجه من سجنه ومن معتقله. نعم. بغض النظر عن قصة الإخوان وقضية الإخوان. نعم. شكرا جزيلا للشيخ الداعية الدكتور خالد فكري الداعية الإسلامي في لندن. مشاهدي الكرام، بهذا نأتي إلى نقطة نهاية برنامج عين على الثورة لهذا المساء. لكم مني ومن كل الفريق العامل تحية طيبة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.